بس بس اهدي فاطمة. خير؟ عايز احكي كلمتين يا عمر. قوي قوي كلمتين بس. اتفضلي اتفضلي. ده ايه النور ده؟ دي خطوة عزيزة، دي خطوة عزيزة. اتفضلي يا فاطمة اقعدي. عايزة تقولي ايه بقى؟ خير؟ كلمي. امريني امر يا قمر. اي خدمة يا حضرة العمدة؟ امشي هات التهوى من هنا، امشي. حاضر كلام. ادينا بقينا لوحدينا اهو. عايزة تقولي ايه؟ ام ابو العيلة ماتت. الله يرحمها، كانت ست طيبة. ودارنا اتحرقت. قضى أخف من قضى. المهم انتي عاملة ايه يا قمر؟ وابو العيلة في الحجز. واد خايب، ما هو لو بيسمع الكلام كان وفر عليكم الهم ده كله. أنا عايزة أقابله. لا صعب، ما ينفعش تقابليه. انت عايزة تقولي له ايه؟ هتعرف كل حاجة يا عمد، بس خليني أشوفه. لا أنا مش في مقدوري أخليك تشوفيه يا عمدي، بس خلينا أنا أكلمه، خلينا أنا أكلمه علشان اللي أنت عايزه يحصل. ماشي موافق. أمي قادي افتح الباب. قولي يا فاطمة. طلقني يا ابو العيلة. الله اكبر الله اكبر، هو دي الكلام. طلقني يا ابو العيلة. ايه ما سمعتهاش بتقول لك طلقني؟ لو انت راجل وعندك مروه تطلقها طوالي. وانت براوه عليكي يا فاطمه، براوه عليكي، طلعتي اعقل من الخايب العايب دي. طب سيبني معاها يا عمدة، سيبني معاها عشان نتفاهم. لا لا يمكن طبعا اسيبك مع دي؟ لا دي مجرم. ابو العيلة مجرم؟ طب سيبني معاها يا عمدة، سيبني معاها. بقولك امرك. هقولك ايه اللي تشوفيه؟ تقعد يا ابو قردان انت، اسمع كلام ستك فاطمة واللي تقولك عليه تنفذه طوالي. يا مجرم انت يا ابن المجرمين. يا عادل هنا امشي. Thank you.
مش واد من هنا، امشي. البلد بيقولوا علينا ايه؟ اهل البلد بيقولوا علينا ان احنا وسخين يا ابو العيله. بيقولوا علي ايه؟ انني كنت موالفه مع محروس، وانك لما شفته معايا قمت قتله، واني زي ما اني كنت بتاعت محروس انا بتاعت عثمان وبتاعت ناس تانيه كتير هما ما يعلموش بيهم. بس البلد دي يا ابو العيله لما ما بيقدروش على اللي بينهش ويعض فيهم بيقفش شغلهم في بعض، احنا اللي في النص، احنا اللي هنتنهش في النص يا ابو العيلة عشان مش قادرين نعمل معاهم حاجة. اسمع كلامي يا ابو العيلة، بص ايدك اسمع كلامي، خلص نفسك من اللي انت فيه، طلعني وريح نفسك يا ابو العيلة. مش مصدق اللي بيحصل فيا دي. صدق يا اخويا، عشان هما الأرانب كده، لما كان الفيل يجور عليهم وعلى بيوتهم ويهدها على عيالهم كانوا برضو ما بيبقوش مصدقين. بس أنا بحبك أوي يا فضل. يعني أنا اللي كرهك يا أبو العيلة؟ كفاية يا أبو العيلة، كفاية بكى يا أخويا، بكينا يامي وتوجعنا يامي، بس أنا خلاص عرفت آخرتها. الدنيا دي ما تجيش بالبكا. كريم وادي بتاع ها وليل قال لك ايه؟ وافق؟ مالك يا بنت ما تنطقي، وافق. ابو العيلة هيعمل كل اللي انت عايزه يا عمدي. ايوه كده، يلا بقى غمضي عين وفتحي عين واحضنيني بايديك الاثنين يا عمده. انا لسه مرات ابو العيله. بسيط وسهل، المأذون معانا والشهود معانا والدفاتر بتاعتنا والاختام في ايدينا، يعني كل حاجه تتغير في الهوا. يلا بقى يلا يا عمده. ام ابو العيله لسه تميته، وبعدين انت حتى لسه ما اتدفنتش. كده انت ركبتني الغلط، ده كلام برضه الست اول مره تموت. شوفي الليله كلها عليا انا، عشان بس تعرفي قد ايه انا بحبك وبعزك اخر معزيه والله. تقعد يا غفير انت وهو انت يا زفت، توقف على الباب هنا يا زنهار. يلا يا بطاطا، يلا يا حبيبي، يلا يلا بقى يلا، عشان انا تعبان، انا تعبان والله تعبان. يلا, يلا.